Goodbye, my friend. Layla? Layla! Come on back. Layla, are you with me? Habibti. Told you not to call me that. Thing is, the fastest way to get your attention is to piss you off. I'm paying attention. Okay, you need to take a break. The Animus is rejecting you. I'm fine. Yes, but your kidneys aren't. Go add more cyclosporine before they shut down. Yes, Nurse Geary. That's Medical Officer Geary to you. Going back in. This is so badass. Be careful! السلام عليكم شباب، شرف فيكم على معطى قدر اقول لكم حلقه جديده مستقره. طبعا شباب جايبكم اليوم الحلقه الثانيه من لعبه اساسن كريد، اللعبه الخرافيه الرهيبه واللي هسه راح نستكشف اشياء كثيره. طبعا مثل ما شفتوا بدايه اللعبه، طبعا اني مثل ما وريتكم بدايه الفيديو طبعا هذه كانت حتى توريكم انه شنو صار بعد ما ودعت الولد وانتقلت لهاي المدينه الجميله مثل ما شفتوا بالاستعراض. طبعا انا كان ليفل 3 اذا تذكرون، وهسه صار الليفل مالتي هو ايش قد صار ليفل شباب تقريبا 17، يعني هاك ثمنها شنو؟ اوه هاي جريمة قتل. ها طبعا اكو مهمة، احد المهمات الجانبية اقول لك خليها تولي بعدين، احنا نلعب بس مهمات رئيسية. باعوا صار ليفل 17، مو مثل قبل كان 3. لعبت مهمات جانبية بهاي المدينة الجديدة، ما لعبت مهمة رئيسية نهائيا، بحيث هسه اذا تشوفون الكويست حتى تنتبهون. هاي السايد وصل يعني 19 و20 وهيجي، بس اذا تجون على القصه الرئيسيه 10 شنو؟ قصدي 10 ليش؟ على اكس بوكس 1. اي ليش صارت 10؟ لان لازم اشوف 100. هو قال لازم تشوف 100، لازم تشوف عندنا مهمه مشاهده 100 في اللايبرري، يعني في المدينه، يعني اي باعوا. اوه مسافه بعيده والله، يلا مش مشكله تدلل 100. طبعا هناك اكو شباب اسود، مو هاي اسود لو ناس محبوسين. اوكي. اوه هاي يتعاركون بيناتهم بعض. شوف الخباثة، خليت حررتهم عود يتعاركون هذولاك السجناء والحراس. تدري ليش انا حررتهم؟ لان هذا ينذل. اوكي شباب، طبعا ما راح نلعب مثل قبل، عبارة عن ما راح نلعب شباب مثل قبل اللي هو عبارة عن بس شبلك ما لك دخل. هاي حيوان جديد همين، فرس النهر. طبعا ما راح العب مثل قبل شباب، كلها تحشيش وتحشيش، لان هذا حيصير تختيم. ولو انه صراحه تختيم، يعني الحلقه الاولى كانت مخيبه للامال، 30,000 بالنسبه للعبه جديده وجميله وحلوه مثل هذه، لكن انا احبها وراح اكمل عليها الحلقه الثانيه واشوف واعطيها فرصه. بالكت ما اريد العبها بس نفسي شبته ما لك دخل. اوكي. طبعا في تطويرات كثيره جدا حصلت انتم ما تدرون. طبعا كل ما هاي تطوير الضربه مال الايد، كل ما طبعا اكو ناس يجون حراس يوصلون بضاعات، يجيبون شغلات، فمثلا اللي يجيب ذهب، اللي يجيب فضه، اللي يجيب جلد تمساح، اللي يجيب جلد نمر، ما يجيبون خشب، يعني هالسوالف. عندك هاي النار، عندك مال سليب، هاي كره النار، قنبله النار، او هاي عوده تخليك تنام. ايضا اكو طرق جدا تعلمتها. وعندك هاي الابجريد مال الدم، ووسعتها الفول مال كويفر اللي هي تخلي اوكي شنو بالغ. هذا ضعيف خل ابيعه. شوف من ابيعه افلشه احطه ما يصير خشب، يرجع خشب. وعندكم هاي السيوف مثلا تعبانه ضعيفه، هذا ما اقدر ابيعه لان هذا يجي ويا اللعبه الاساسيه. لكن هذا السلاح وهذا السلاح يجي DLC، لان انا عندي النسخه الكامله اعطوني اياها اليوبي سوفت. شكرا جزيلا لهم الحلوين يعني. اوكي هسه احنا مختارين هذا ما نقدر نبيعه. اوكي هذا ما نقدر نبيعه لان احنا مستعمليه هسه اقوى من سلاحنا الرئيسي. على فكره طورت السلاح هذا مالتي لان هاي الضربه مالته تعطيك سم. شوف ايش قد تطويرات سويت، شغلات كثيره جدا راح نستكشفها سويه. طبعا كانت المهمات الجانبيه يعني تحرر سجين، تجيب واحد مخطوف، تقتل واحد يهددوه، كل خارطه مالك دخل. يعني تقريبا هيجي. طبعا راح نحكي اليوم قصتنا على القصه مال اللعبه ايضا الى شباب قريت بالجريده، موضوع طبعا يخص الفراعنه نفسه، مو جريده عفوا قريت في الانترنت انه خبر جديد انه تدرون انتم الفراعنه كاتبين يعني من ماتوا لقوا على مالتهم القبور مكتوب مثل اللعنه انه راح يرجعون للحياه بعد آلاف السنين او ملايين السنين. الشيء الغريب شباب انه هسه في احد الدول الاوروبيه يمكن امريكا اعتقد قدروا يحتفظون بدي ان اي خاص ب احد الفراعنه يعني معروفين ها ما اعرف منو بالضبط، فقدروا يحتفظون بمات الدي ان اي وبعد الدي ان اي محافظين عليه لان تدرون قبل التحنيط شلون يحنطوه بطريقه ممتازه يعني حتى يبقى يحافظ على الجسم. فيريدون يستعملون الدي ان اي حتى يريدون يعني استغفر الله يخلقون من جديد، بس هو مو يخلقوا مثل ما نقول يريدون يخلونه بداخل رحم امراه وينولد من جديد. هذا الفرعون راح يطلع نفس الفرعون بالضبط، نفس الشكل نفس يعني نفس الشكل يطلع نفسه هو، لكن اللي اتوقعه انا حيتغير راح ما يصير مثل قبل لان كل انسان حسب تربيته وحسب البيئه اللي هو يعيش بها تتغير اخلاقه وتتغير الطبيعه اللي هو بها. يعني مثلا قبل اذا كان قاسي وشرير ما راح يطلع ما راح يبقى قاسي وشرير مثل قبل. طبعا عندي صارت فيكه ثانيه اقدر انام معه. الله يقدر ينام وهو قاعد، ينام وهو قاعد شلون ما اعرف. باو حتى ترجع الدنيا نهار ليل نهار تصير الدنيا نهار من جديد او تصير الدنيا كيف يعني. شكرا يا شباب. طبعا هنا هاي المدينه كلش حلوه بيها شغلات. المهم ما اكملكم فيريدون يحيونه من جديد. فتخيلوا انه اذا قدروا يحيون الفرعون او مو يحيون يطلعون منه نسخه يعني مثل ورقه وتطبع عليها ورقه تطلع طبق الاصل، بس ما راح يطلع نفس الشخص ذاك بس راح يطلع نسخه طبق الاصل منه مثل ما تستنسخ الهويه مالتك الملونه. نعم شغلة مخيفة بدي ادور عليها. اين انت يا الله هاي المكتبة. اوكي شكرا على هاي ايش يسمونها اكس بي جي زايد. اوكي وصلنا حيطلع لنا استعراض اعتقد اكيد. هذا زوس مو؟ Serapis. Moses? لا موزوس اقصد بسيلة. What is Aya? بجيبي. Serapis. I wrote a tragic comic pastoral epic centered on him. Okay. You're by, I guess. Aya is eager to see you. She said. Quickly, follow me. I am sorry, my good fellow. You appear to be drunk. This library is for serious scholars only. She is in hiding. Who are you? Interested in Homeric verse, eh? This way, please. I am Aya's cousin, Phanos. Yes, Phanos. Ah, that's my Phanos. Nice to meet you in person. Okay. Tell me what is happening with Aya. Are you being so discreet? Genadios sent his men on a house-to-house search. Often they drag people into the street and torture them for information. Typical of the system we live under. Genadios. A monster. The Philakita of Alexandria. He is ravaging the city to find her. And where is she now? I have a very powerful friend, Apollodorus. No doubt you have heard of him. I have not. You will. In any case, he made a hiding place available to Aya after she ran into trouble. But what happened? You do not answer me. It is a mess of political intrigue. She will explain all, fear not. هنا مليوصة الوضعية يا شباب. Stop right there. Spawn of Apep. What are you up to? شوف حول الرجال كان قتلتهم والله بس اكو مهمة يعني ما. Look, there's Phanos. He thinks he's a poet. Bring blessings to us. The modern Sophocles. Sophocles. This is as far as I go. The way to Aya is found in the monument ahead. داخل النصب هذا. آية موجودة هنا. آية طلعي ويلتش طلعي. اقسم لورد ذا فيل. اوكي راح اتفقد هذا المكان. اكو واحد يدور عليها. Have a little faith. اوكي. والله ستطلع ناصبين علينا انتو. اوه شيت. مبين راح انعلس. وشنو؟ اوه بالمي. بوع الكهف. هاي هنا. اوكي راح ادور عليك. ادور على الضلعة. اين ضلعتنا؟ والله شغلة مخيفة مال الدي ان اي. شنو؟ وصلنا استعراض. اوه شيت. I missed you. Never again should we spend months apart. We only have each other. Without him, what? Let us be together. Us two. Okay, ممكن. Each to each. اللاصق. I have news. ما الأخبار هسه؟ إيه كمل أوكي. You are scarred by justice. I bludgeoned Medunamun with this. I hate that we have to do these things, but I am grateful that you did. If I am honest, I took pleasure in it. انتقام. انتقم مرته فرحانه طبعا ابنها اكيد. اوه شيت. اوه دزيني انا عبالي بس دزيني. I missed your touch. I have missed touching you. ما اعرف الحلقه راح انشرها لا. I killed as well. Acton. I hunted him down and discovered a mask in his room. When he returned I forced him to wear it. Okay, هاي شفتها المهمة مالته. I thrust this knife through his eye slits. إيه شفتها شفت رحت البيت أنا بأحد المهمات الجانبية وشفتها الشغلة. But I was careless. Another of the masked ones tracked me to my home. It was even more difficult. We have one more. Then. We will be done. Oh. Okay. نرجع الديانة. Look at this. I took it from Actaeon. Apollodorus tells me it is a papyrus from the royal council, which means the snake is in Ptolemy's court. Oh. How does this Apollodorus know these things? He has informants everywhere because of his work with Cleopatra. But Cleopatra? She's been declared a criminal. By her treacherous brother, yes. She plans to take back the throne. She wants this snake dead as much as we do. And she trusts me. She gave me this to slit his throat. Oh, it's an ancient blade that killed the tyrant Xerxes. A weapon of justice. Oh, هذا السلاح. Ingenious. Ah. I will go to the palace and discover who uses the seal of the snake. And I will use this. عشت ايدك. والله حلوة والله حلوة. مو مرتي انا بحكي على اللعبة. You'll find plenty of information in the royal scribe's office. He spends his time at the bathhouse. خلنا نشوف هاي المهمة الرئيسية تعطيني لو جانبية ما أقدر ألعب رئيس جانبية بس رئيسية عمي. إيه هلا هلا بيك هلا حبي. اوكي هاي الماين ستوري عندنا اقرب وحده علينا هي هاي اقرب وحده علينا. اند اوف ذا سنيك. قبل ما نروح للسنيك خلينا نروح لهذا. And you? Okay. What's this? That leads to the docks. I can't believe Phanos had you go through the pit. Okay. I cannot leave here as long as Genadios walks the streets. He is determined to kill me. In addition to the snake, I will see what I can learn of this Genadios. Oh no, discover who the snake is and show him the face of death. I'll meet you at the Pantheon when you have killed both the snake and Genadios. اوكي بقوا عندنا اثنين لازم نطهرهم. ثنينات خلي صبرونا الحلوين. لازم نطهرهم تطهير جميل. يابا خلينا نشوف والله اذا صاير خارج النهار يعني او بعد النهار او شوف مسافة بعيدة. اوكي خلينا نشوفه وين بالضبط. صدق اريدكم تقررون شباب شنو هو شو تريدون مثلا اخلي شو اسمه شكله يصير. تريدون شكله يصير هيجي طول اللعبه. هذا ملابس مال DLC يعني مو كل واحد عنده هاي الملابس. او اقدر العبها مثلا بهاي الملابس او اقدر العبها مثلا بهاي الملابس. بس هاي كنا خرق والله العظيم كنا خرقه. اوكي خلينا نلعب هاي مؤقتا. هاي الملابس الاصليه مال اللعبه وبعدها عود راح نقرر شنو نستعمل. اول شيء خلينا خلينا ننام. انت الظاهر قضيت النهار كله ويا مرتك فيب. خلينا نروح بالله جيد. ايش بيك قاعد يمي؟ ايش بيك ولي؟ شنو جلتش؟ هذا جلتش بدينا جني بالحائط. يلا اوكي مو مشكلة. اوكي اعتقد احنا وصلنا. احنا قدامنا بعد فاين ان اساسن جاينوس. من جاينوس هسه اوريكم اياه من هو. شوف هسه هي كاتله واحد من ذولا. بقى لنا بس الافعال. صدق هي قالت لي انا هي كتلت واحد، انا كتلت اثنين وهي كتلت واحد والثالث شو وقت كتلته؟ والله ما ادري كاتله اثنين هي. بقى بس واحد انا اذكرهم عشان ابو ثلاثه. اوكي هاي شيت انا قتلت اثنين ما قتلت اكثر. ما لعبت مهمات جانبيه يعني. بس هي الظاهر كاتله يعني. اوكي جيد. لقينا المكان مالته. سيتم تطهيره على الطريقه الاسلاميه. هذا مو ابو الحيه هذا واحد اسمه جاينوس. هذا اللي يلحق ورا آية ما يخليها تطلع من هذا اللي يريد يقتل آية زوجته الشخصية مالتنا الرئيسية. فراح نقتله حتى شنو نخليها تطلع براحة لأن هو والشيطان احترقت. عالطابط عالطابط. اوكي جيد. انا مو محروق واشعل جسمه مالتي. حلو تعال عمو تعال. ابني تعال وين رايح؟ وين وين؟ وين عمو؟ تعالوا 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 خل اني راح انقذ آية. اوكي دازوا على شو اسمه البرج مال المراقبة. اصعد عمو اصعد. انا ما اخلي واحد يجي يما ايش اسمه. هاي الضلعه مالتي. هلا عمو شلونك حبيبي تعال. الله خلا طهره تطهير زين جيد. بالله خلينا نشوف. هذا يريد الحق ورا آية يقتلها. Why have you dragged me into the land of the dead? You sought to kill my wife. Your whore of our wife is a murderess, willfully and wantonly. I did my duty as a Philakita, and for this you have taken my life. Is your vengeance above all law, Medjai? Be warned. The Philakes will hunt you down and exact revenge. May the Hidden One walk beside you. The Lord of the Duat awaits. عايشين هالريشه القاتله. ويبدأ سحب الارض الاموات، لا حلو يعني مخلين بيها تعيش القصه. تخيلوا شباب قاعد يشوفون كل الديكورات والحركات. Vehicles are after you. They are powerful bounty hunters and will attack you on sight. اوكي اكو ناس يعني هذا منو؟ هذا منو هذا؟ هذا منو؟ اوكي سويت الطاقة هاي على الفاشوش. جيد اخذنا منه سلاح معفن على الاقل. تقربنا. مبين تقربنا. مبين تقربنا ما دام قاعد دولة دا يزيدون كل شوية جنود. ابني ما ادري ايش يعني والله ما اعرف، لفلكم 11 تحرشون واحد لفل 17 ما ادري ايش تحسون انتم. تعال عمو تعال. اوكي اني الفرق على اساس انه المشكله انه قصه هاي اللعبه بعد بناء الاهرامات، يعني حسب ما افتهمت بعد بناء الاهرامات وبعد ما ذولا اللي هم يسموهم مثل الامراء الامير او هيك شيء او من العائله المالكه او العائله الفرعونيه اللي هم يريدون ياخذون السلطه بدل ما ياخذها شخص لاخر. اوكي لازم ما اقدر استدعي مالتي النسر الا لما اوكي ثم هو هنا هنا حلقه لقيته. لقيتك سمير، تعال حبيبي تعال. هذول كلهم دا يحموك. اي جاي جاي جيد. اوكي يلا عمو يلا حبيبي باي باي. ما عندك فلوس ناخذها شيء؟ اي عندك جيد جيد. هاي الفلوس شباب تساعدنا نطور بيها طبعا. حبيبي جايك جايك والله لا تتعب نفسك عمو. اي اي جايك والله جيد جيد. بعدك واحد؟ جيد. عيني سنيك مو تقرصني. وين رايح؟ ما ادري ايش اسوي. داير وجهي يريد يقتلني يعني مثلا يريد يقتل روحه. اوكي انا خليت اسم بي. على فكره لما تلعب مهمات انه انت تريد تختفي مو تختفي بس يعني ما تكون واضح ما يقدر لك دموت لك. اوه هو صاير هنا. لكن انتوا وينكم وانا بعض انا خلص عدل هذا المعفن ذولا فارغين. هذا شنو؟ نس عدله منه. ويلي يا سنيك هاي قرصتك الاخيره حصير. تعال الله عشان اوكي ثواني خلينا نشوف هاي شنو بالله. looks important locked. اوكي هذا شنو الدرج؟ اللادر. معناته تريد تصعد فوق مثلا لك مكان مخفي. اوكي الظاهر يريد يصعد مكان يني. looks important. هاي ثاني منها. اوكي جيد 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 خلينا نشوف شنو. لقيت مفتاح كي جيد. خوك سر يعني كل هالطاقة ما تكسر لك شو اسمه ترى مو منطقية الشغلة. هذول كل ما يقتل واحد يشخط على اسمه بعض. Official papers. This just belongs to the royal scribe himself, Eudorus. اوكي معناته ما لقيناه، مو هالشغلة هاي. False bottom. عاد علوش مسوين قعر مو زين. A letter. Esteemed Animus. The Pharaoh remains compliant and is our puppet in all things. Act with caution in Siwa. The murder of the heron was but the first. Two from among us here in Alexandria have also been killed. However, the situation is under control. Genadios is actively questioning the populace. We commend your efforts, Ibis. Long life. Stamped with the seal of the snake. The snake is Eudorus, the royal scribe. اوه كشف. هو ما كان يعرف شنو من هو شخصيته الحقيقية. هسه عرف. اوه هذا سنايك. I will kill that naked ear that Eudorus there. شباب تقربنا من مكان الموجود به اللي لابس القناع اللي بسببه انعلس ابني. اوكي خلاص بس شوف يا باع الاسكندريه شلون كانت قبل يا الهي. باعوا الفنايات، باعوا التماثيل، يعني رغم انه هاي كانت تخيلوا قبل الاسلام قبل المسيح اتصور همين يعني قبل آلاف السنين، بس ايش كانت جميلة. طبعا روما همين كانت مخلية يعني راسها انه يعني تستحوذ على مصر لأن كانت جميلة يعني بناياتها وحضارتها شي حلو والله. اوكي انزل عمو، انزل حبيبي، ايدك تنزل وتروح. لا مو كذا، ارفع راسك انت يعني ارفع راسك انت اساسي لي. هو قاعد يسبح. اي جيد. اوه تلثمت انه انا على اساس اريد اسبح. وهاي بيدي. الله الله دير بالك توقع مالتك. Aristo is taking Eudorus to court for plagiarism. No. I was visiting the docks and heard it from Aristo's wife herself. I love coming here. The building alone is worth the trip. Look up at that expansive ceiling. Simply divine. وكنا سوون همين وجد وياهم. Is everything to your liking, my lord? أعتقد ما أقدر أطب هنا شباب لأن هذول. إذا طلع ليش عيب. شلون اطب له هذا؟ My lord, are you properly served? هذا شلون اطب له؟ وين هو؟ اياته. هذا جوا قاعد. Ptolemy is a chinless simpleton. Can I do anything for you, my lord? You have consumed too much wine. بس انا اقدر اطب له. Stay there, you knife worm. الله. الو اول شيء ما عاد يدرون. تعال تعال حلو. اي اي لا لا صعبه حصير المهمه. اوكي جيد. عشان هنزل يا اساس الكريد. جيد. اوكي غلس افلت. اوكي لا 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 لك لك ادب حيوان تسوي شيء. انت ما بيه حيوان. يو يو شنو هاي سوى له حركه جون سينا. تعال عمو تعال. تعال حبيبي تعال. اوه انتقمت هسه، هسه ارتاحت. يا يابا هسه يروح يا للعالم السفلي. اخ الهزم والله. لو يا معفن. لك لك. اي طلع السكينه من ايده. اوه يا بطل عاشت ايدك والله والله موته. ايش قد عيب. بس اوكي جيد معناتها هسه يوديه العالم السفلي. هسه نشوفهم شلون يحجون يعني قبل ما يسلم. May the gods curse you. What cause have you to kill me? It was you who murdered my son before my eyes. You are a fool. At the temple in Siwa. That forsaken shithole. I had nothing to do with that disaster. It's too late for your lies. Anubis awaits. It is worth the loss to slay the snake at last. The snake? Ooh. The snake will never die. Shit. Oh. Son of Apep, the Lord of the Duat awaits. لاصت. يعني الظاهر معناته مو هو أو مثلا واحد يقلده يجوز. أتصور ابنه، لأنه من يأخذ لقبه يعني أكيد ابنه. هذول موتوا معفن. اللاصت بشيء اسكيب ذا باثروم. خرلك هذا راشد واحد قام يركض. يا إلهي ما دافتهم كل شيء والله افلت جيد. اوه انقطع صبعه، صدمت والله العظيم، وصبعه مقطوع شباب واعوا. اوه صار عندي بدلة الحمام. لا يا هبل الاقرع انقطع صبعه باعوا. مو خوش شغله والله العظيم. قطعه ولا اوكي. هاي شنو هاي؟ لا يابا مو خوش شغله. ادري ادري طالع للحج اخي وين ما يصير هيجي. بس باع صبعه قطعه خرب لنا ذلاصه بجرهي. اوكي شباب وصلنا لنهايه الحلقه، ان شاء الله ربع عجبتكم. كان معكم على بعض وان التختيم يعني قصه ثانيه عجبتني كلش. بس هل معناتها فعلا انه هو ما كان مسؤول عن قتله وذاك غير واحد؟ هذا اللي حنعرفه ان شاء الله بمرور السلسله، او نعرفه جزء الحلقه الثالثه او الرابعه او ما اعرف بعد. فيب وصلنا لنهايه الحلقه، ان شاء الله ربع عجبتكم. كان معكم على بعض وان التختيم، مع السلامه. ولا تنسى مشاهده اخر 4 مقاطع